إليها بالاستنارة. نعم. الدكتور محمد سليم العوة. العوة. لما حصل قبل كده اعتصام سلمي حقيقي أمام الاتحادية في زمن مرسي. نعم. وحدث إطلاق نار على المتظاهرين السلميين، حتى لما تاني يوم جم يفتشوا الخيم بتاعتهم ما لقوش حتى سلاح ولا حاجة، لقوا جبنة نستو. أيوه. فالراجل الشاب الإخواني يقول جبنة نستو يا معفنين. أيوه. مفيش سلاح. وقتل من المصريين منهم الحسيني أبو ضيف، أبو ضيف زميلنا في صحيفة الفجر، بالصحفي. نعم. بقناصة، برصاص. نعم. قناصة. نعم. وده أمر حقق على فكرة في لجنة تقصي الحقائق. العوة فين دكتور محمد سليم العوة؟ دكتور العوة لما المسألة يعني أثيرت كثيرا في الإعلام، طلع في قناة من قنوات الإخوان وقال إن هؤلاء ينسون قول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن ينفوا من الأرض. يعني قال من حق الدكتور مرسي أنه كان يأمر الشرطة فتقبض على هؤلاء ويتم تنفيذ حد الحرابة فيهم. كان لازم يتعمل حد الحرابة. نعم. وأخذ يقول هذا الكلام. أنا لما شاهدت كلام الدكتور العوة كده استغربت. وبعدين جه بعد كده. نعم. بعد ما حدث في ربعة ويقول قتل المعتصمين الآمنين. فتعجبت من هذا التناقض الغريب. وكأن البوصلة كانت تنحاز للهوى. نعم. هنا. نعم. وتنحاز للمصالح. نعم. ولا تنحاز للحقيقة. وتطويع آيات القرآن على حسب هواه. طيب زي كما يقول المثل العربي رمتني بدائها وانسللت. الحقيقة مسألة انه افتعال المظلومية ثم إعلان حكومة موازية ثم قيام صراع ما بين تلك الحكومة الموازية والشرطة، فيبدو الأمر أنه صراع ما بين حكومتين. كان لابد من تطهير المكان ده وهذه البؤرة الإرهابية المسلحة، كان لابد من تطهيرها، ما كانش ينفع تسيب أكتر من كده.